هذا اليوم المبارك في الشام في الإسلام من أول ساعة منها تتميز بعمل الله فيه. وبما أن ذلك عمل الله لما أنهى من كل كنيسة القديسين إلى كنيسة القديسين، مش عايز أقول القديسين بسبب الشهداء، القديسين بسبب الدم، القديسين بسبب شعبها، شعبها الطيب كان يستاهل أن ربنا ياخذ منهم شهداء يستغفروا. أحبائي، زمن طويل سنين طويلة ما قبل ما أدريش نص أنا كنت موجود معاكم النهارده، سعيد أن أكون موجود بعد الفترة دي. فكرت وأنا جاي أكلمكم فيه إنما حبيت أكلمكم ربما في موضوع أنا مش عارف هتكلم فيه عشان ما يحصلش تداخل بين اللي هقوله وبين اللي هتقوله. أكلمكم في موضوع ربما محدش بيتكلم فيه كتير. أكلمكم في الكتاب المقدس ولكن من زوايا قد تختلف قليلا عما تعودنا عليه. مفيش شك بأن الكتاب المقدس في حياتنا له قدسية خاصة. مفيش شك أن الكتاب المقدس بما يحتويه هو النور الذي ينير لنا طريق أن نؤدي إلى الحياة الأبدية. في شك أن الكتاب المقدس ليس مجرد كلام الله ولكنه أنفاس الله. في الشك اللي بيتعامل مع الكتاب وكأنه يجلس عند أقدام الرب يسمع من الرب نفسه من خلال كلمات المكتوبة. مفيش شك إن إحنا أمام أقدس كل الكتب على الإطلاق. في الشك إن إحنا أمام كتاب يحكي لنا قصة الحب الإلهي. يعني هو من أول صفحة لآخر صفحة بيحكي لنا محبة الله للإنسان وعمله من أجل الإنسان. ده عايز أقول لكم إن الكتاب لما يبدأ بأول عباراته في سفر التكوين رغم إنها عبارات محدودة جدا إلا إنه بيختصر وحسب العلم على الأقل 10,000,000,000 سنة استغرقها الله في تكوين هذا الكون حسب العلم. تخيلوا معايا المنظر، يعني سواء معايا مثلا الام اللي هتجيب اول مولود او مهتمه بالمولود ده كم شهر تجهز له، لا ده ربنا من اجل الانسان اللي هيجي قاعد يجهز له 10,000,000,000 سنة انه يعمل الماده الاوليه ومنها يكون هذا الكون ومنه ياخد جزء يكون منه الارض ثم في الأرض دي يهيئها بأمور كثيرة جدا 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 حتى في النهاية يخلق هذا الإنسان بعدما عاده من الشيء. قصة حب إلهي. ويبدأ الحب الإلهي أيضا من بعد الإنسان في تعامله مع الإنسان ومع خطية الإنسان ومع الفداء ومع الخلاص الذي تم بالمسيح إلهنا. ولا ينتهي الحب الإلهي إلى أن نصل ونقرأ في سفر الرؤيا ما يعده الله للإنسان، قصة حب إلهي. نقدر نقول عليها أيضاً قصة التاريخ البشري. يعني أنا بعتبره أقوى وأدق وأطول كتاب تاريخ. يعني أي كتاب تاريخ للإنسان تقروه بيتكلم عن مرحلة زمنية محدودة. إنما ده بيتكلم عن تاريخ البشري قبل أن يوجد الإنسان. بيتكلم عن التاريخ البشري بعد انقضاء هذا العالم وأين وكيف سيوجد الإنسان. كتاب تاريخ. تاريخ البشري. إنما الحقيقة أحبائي نقدر وبسهولة جدا إن نقول إن الكتاب المقدس هو كتاب كل إنسان. كتاب كل جيل. كتاب كل عمر. كتاب كل مستوى فكري وتعليم وثقافي يخاطب الكل بلغة تتناسب مع الكل على مدى تاريخ الإنسان كله. إنما أهم ما في الأمر إن إحنا نقدر نقول عن الكتاب المقدس أنه كتاب الله. كتاب
الله. وانا عايز اقف مع العباره دي النهارده شويه. وقبل ما انا ابدا معاك في العباره دي النهارده، انما عشان اكملها دي عايزه اذا ربنا اداني عمر نتقابل مرات. كتاب الله. ولابد ان نصل ملء الثقه ان الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب الله. مجاز ان نقول كتاب موسى، كتاب بطرس، كتاب يوحنا حسب كاتب الكتاب، انما هو في حقيقه الارض هو كتاب الله. لما نيجي نقرا في رساله معلمنا بولس الرسول الثانيه لتيموثاوس يقول لنا كده: كل الكتاب هو موحى به من الله، بغض النظر من اللي كتبه، انما هو موحى به من الله. يقول: ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البلد. كتاب الله. وفي بطرس الثانية يقول لنا كده: لأنها لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدوسون من هم مسوقين بالروح القدس. إذا هو كتاب الله. بس أنا مش عايز أثبت إنه كتاب الله من خلال الكتاب المقدس اللي بيقول إنه كتاب الله. أنا نفسي نتعلم إن إحنا نبحث ونفتش عشان نقول بالبحث والتفتيش اثبتنا انه كتاب الله. انا اخذت مثالين، مثال بسيط اعطيه النهارده، ومثال طويل هبدا في اول نقطه فيه. المثال الاول هو وحده الكتاب. بمعنى ايه الكلام ده؟ لو احنا حبايبي مسكنا أي كتاب، أي رواية لأي مؤلف، هتتكون الرواية أو الكتاب من فصول، فصل أول إلى أن يأتي الفصل النهائي الختام. من أول صفحة لآخر صفحة هنستشعر أن الكاتب واحد، اللغة واحدة، الهدف واضح في الكتاب، بيمهد له في الفصل الأول، بيوصل لنهايته في الفصل الأخير. ده كلام مظبوط. احنا مع بعض بشيء من التدقيق، ولو معاك تليفونات وفيها كتاب مقدس، لو بوسيلة ما واحد يفتح أول كتاب والتاني يفتح آخر كتاب، هنشوف نعمل فيها إيه دلوقتي. بمعنى الرؤية والتكبير. بس الشيء العجيب جدا لما احنا هنشتغل ونحس بوحدة الكتاب، هنلاقي انه كتاب واحد وحدة متكاملة بالرغم من كاتبيه الفعليين يزيدوا عن 40 واحد، رغم انهم 40 هتشعر بالوحدة. اذا في واحد ورا ال 40 هنحس بالوحدة، رغم ان احنا هنبص الكتاب ونكتشف ان الكتاب ده مكتوب على مدى قد ايه؟ حوالي 16 قرن من الزمان. بيتكتب على مدى 16 قرن، على مدى 1600 سنة، بيتكتب من خلال 40 واحد. وماذا لو اكتشفنا بالوحدانية؟ كيف هو كتاب واحد؟ رغم تعدد كاتبيه ورغم مدة كتابته اللي خدت 1600 سنة. ده مش كده وبس. ده المدقق شوية والدارس يناقي إن اللي كتبوا الكتاب دول كتبوه من مواضع متعددة. منهم اللي كان عايش في منطقة الشرق الأوسط. منهم اللي كان عايش في أفريقيا. منهم كان عايش في آسيا زي دانيال مثلا. منهم اللي كان عايش في اوروبا زي بولس الرسول على سبيل امثله كثيره. انا مش عايز ادخل في التفاصيل عشان الوقت ما يروحش مننا. انما رغم تعدد اماكن الكتابه هنستشعر من كتاب واحد. رغم تعدد ظروف الكتابه بنلاقي الكتاب واحد. ده واحد بيكتب وهو في نفسه زي القديس يوحنا الحبيب. وواحد بيكتب وهو في قصر داود النبي. وهكذا والأمثلة كثيرة في مواضع متعددة، بل أنظمة حكمت البلاد
كتاب وراء واحد. ده حتى لما نشوف المستوى الثقافي او المعرفة نلاقي كتب واحد زي مورس الفيلسوف، واحد زي موسى النبي اللي وصل الى اعلى مستوى من الثقافة لانه درس اصل ابنة فرعون، ونلاقي كتبوا ناس بسطة زي الصيادين من خلال بطرس ويوحنا، ونلاقي كتبوا انسان اكثر بساطة واحد زي جانب جميل. امثلة عديدة جدا، مستويات متفاوتة من المستوى الاجتماعي، مستويات متفاوتة من خلال تعدد المستوى المعرفي والثقافي والعلمي. تقول لي كل دول شكوا في الكتاب ويبقى الكتاب واحد؟ مستحيل. يعني ايه على مدى 1600 سنة تقول له واحد، أكثر من 40 وتقول له واحد، ثقافة متعددة وتقول له واحد، مواضع متعددة وتقول له واحد، لغات متعددة وتقول له واحد، ثقافات متعددة وتقول له واحد؟ حسب الظاهر كده ممكن تقول لي مستحيل. قال لي هو في واحد هيكتب كتاب على مدى 1600 سنة؟ مستحيل. طب ما احنا عرفنا ان الكتاب عادتهم كاذب، مستحيل ان احنا نشعر بوحدانية هذا الكتاب. وماذا لو اثبتنا المستحيل؟ يبقى الكتاب ده واحد. مش انا اللي حاسس، انا عايزك انت تسكت ببساطة شديدة. عايز تاخد أول فصل في الكتاب وآخر فصل في الكتاب. أول فصل اللي هو إيه؟ وصف التكوين. وعايزك تاخد آخر فصل في الكتاب اللي هو إيه؟ الرأي. لا أنا مش هطول عليك كتير. عايزك تاخد أول إصحاحات في سفر التكوين، أول ثلاث إصحاحات. وعايزك تاخد اخر اصحاحات في سفر الرؤيا. ماذا لو وجدنا ان البدايات في اول اصحاحات والنهايات في اخر اصحاحات؟ اقول لك ايه؟ ماذا لو وجدنا ان البدايات، ان البدايه في اي امر في الثلاث اصحاحات الاولى والخاتمه او الختام في اخر ثلاث اصحاحات؟ يبقى اللي كتب الاول عارف هيكتب ايه في الاخر، وكتب الاخر عشان يتمم اللي قاله في الاول. تعالوا نشوف امثله بسيطه وعينه بسيطه قليله عشان الوقت. اول حاجه حبيبي، لما نيجي نبص على السماء، السماء والارض، في أول عبارة في الكتاب المقدس، أول عبارة في أول إصحاح، أول عبارة في أول كتاب، أول عبارة في أول فصل، في البدء خلق الله السماوات والأرض، تكوين واحد واحد، إصحاح واحد عدد واحد. لما تنقل لورا سفر الرؤيا إصحاح 21 واحد يقول إيه؟ ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضت. قلت كاتب 40 واحد، تقول اللي كاتب سفر التكوين غير اللي كاتب سفر الرؤيا؟ في البدء خلق السماوات والأرض، ويقول في الآخر ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضت. طيب نسيب السماء ونتكلم شوية عن الشمس والقمر. في الشمس والقمر في عدد 14 يبدأ يتكلم من الإصحاح الأولاني وهو في اليوم الرابع عن تكوين الشمس والقمر. ألا تكن أنوار في جرد السماء لتفصل بين النهار والليل؟ ده في عدد 14. وفي عدد 16 يكمل يقول فعمل، ليه عمل مش خلق؟ ليه عمل؟ دي قصه بقى لما جينا في مرات ثانيه نتكلم عنها يعني. فعمل الله النورين العظيمين، النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل. اذا في تكوين 1 14 تكوين 1 16 بيتكلم عن ايه؟ عن ان ربنا عمل الشمس والقمر. البدايه
طب لما ننقل لآخر إصحاح في سفر الرؤيا الختام يقول لي إيه بقى عن أورشليم السماوية في رؤيا 22 عدد 5، والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سرابها. دي 21-23. قال لا، ده في الأول بيتكلم عن الشمس والقمر. قال لي خلاص، الشمس والقمر مهمتها انتهت، احنا بنتكلم عن الختام. الخروف موجود هو اللي ينور بقى المدينة. ويكمل في عدد 5 من إصحاح 22 يقول ولا تحتاج إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليك. البداية شمس وقمر مادية، والنهاية شمس البر. البداية عمل الشمس والقمر، والنهاية اللي عملهم هو اللي بينور السماء، هو اللي بينور الأبدية، هو اللي بينور حياتنا. بداية نهاية لكتاب واحد لكاتب واحد. طيب تعالوا نشوف، بيتكلم عن البحار، نلاقي في البحار بيبدأ يتكلم في تكوين 1-9-10 وبيرد عليه في رؤيا 21-1. تعالوا نكمل. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد، يعني مكان واحد في بحر أحمر وبحر المتوسط وفي محيط هندي ومحيط هادي، يعني البحار متصلة ببعض. ده كلام ده لسه يجيله في مرات جاية مش وقت، إنما خلينا في الحتة البسيطة الأولية بتاعتنا. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة، وكانت كذلك. وضع الله اليابسة أرضا ومجتمع البحار، أسف، ومجتمع المياه دعاه بحارا. إذن حديث عن تكوين البحار، ويروح جاي على طول في رؤيا 21-1 يقول لي والبحر لا يوجد في ممات. في الأول يقول عمل البحار، وفي الختام يقول لي والبحر لا يوجد فيما بعد. بدأ قصة تكوين البحار، نهاها بإنهاء دور البحار، بإنهاء وجود البحار. طيب نتنقل عن آدم، وربنا خلق آدم، وربنا خد آدم بإيده ووداه الجنة، وبعد الخطية طرده من الجنة. هنشوف في تكوين 2-15 يقول واخذ الرب الاله ادم وضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها. ربنا اللي وداه بنفسه. وبعد الخطيه في تكوين 3-23 يقول ايه؟ فاخرجه من جنه عدن ليعمل الارض التي اخذ منها. انت غلطت يا حبيبي، ما لكش مكان في الجنه، تطلع بره. طب وبعد الخلاص؟ طب وبعد الفداء؟ طب وفي الأبدية؟ نهاية القصة. ولا تزعل. يقول الكتاب في رؤيا 21-3 سمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هذا هو مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم وهم يكونون لي شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم. لا حبيبي هنفتح لك الباب تخش، بس تقولي لا، ده احنا قرينا ان ربنا منعهم ومنعهم من الاقتراب من جنب من شجره معرفه الخير والاسف من شجره الحياه. طب تعال نشوف شجره الحياه وراها ايه. في تكوين 3-4 يقول واقام عن الرب، يقول واقام شرق جنه عدن الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة شجرة الحياة. آدم ما يقربش منها. آدم بقى واحد عارف الخير والشر، ما يقربش من شجرة الحياة من البداية بسبب الخطية. وماذا بعد الفداء؟ وماذا بعد الخلاص؟ وماذا في ختام القصة؟ لا، الختام مختلف.
يلاقيني نلاقي في سفر الرؤيا 22 عدد 4 يقول طوبى للذين يسمعون وصاياه. ليه؟ هيحصل لهم ايه؟ لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. الباب معلوش حارس، معلوش ملاك، مفيش سيف النار المتقلب، شجرة الحياة بقت متاحة. في الأول ممنوع منها الإنسان، ودلوقتي نهاية القصة لا، موضوع مختلف، بداية ونهاية لكتاب واحد كلنا نشعر مع النصوص دي أنه لكاتب واحد. شفنا بسبب خطية آدم وشركاء الخطية سواء الحية أو حواء مع آدم قيمة العقوبات، وكان من العقوبات اللعنة. لأول مرة نسمع كلمة لعنة وملعون، فكانت اللعنة للحية، يقول لها ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، في تكوين 3:14. وفي 3:17 يقول لآدم ملعونة الأرض بسببك. ده البداية، دي بداية القصة، ده الفصل الأول. طب والختام؟ ولا تكون لعنة فيما بعد. البداية حديث عن اللعنة، والنهاية انتهاء اللعنة. الكاتب واحد. برضو من العقوبات الألم والوجع. من جهة حواء قال لها تكسير تكسير أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادك، وجع. وبصورة أو أخرى كان الألم والوجع لآدم أيضا. لما قال له ملعونة الأرض بسببك، قال له بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. تعب يساوي شوية وجع، يعني التعب يعني إيه؟ ويأكد ده في تكوين 3:19 يقول لك بعرق وجهك تأكل خبزك. الألم، الوجع. يجي في رؤيا 21:4 في الختام يقول لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. في الأول اتكلمنا عن الوجع، في الختام يقول لك لا يا حبيبي الوجع خلص. طب ليه؟ لأن الأمور الأولى قد مضت، وضعت في سفر النسيان، قد مضت بسبب الفداء والخلاص، قد مضت واحتواها الحب الإلهي المعلن على الصليب، بداية ونهاية. أختم في آخر حاجة عشان ما أطولش في هذه النقطة، أيضا نقرأ عن الموت. يقول لنا الكتاب في تكوين 3:19 وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما من شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأن يوم تأكل منها موتا تموت. تحذير من الخطية اللي هتوديه إلى الموت في النهاية. وقد كان، عشان كده قالوا لأن التراب وإلى التراب تعود. إنما بعد الفداء ويتكلم عن الأبدية ويقول في رؤية 21:4 والموت لا يكون فيما بعد. أحبائي، ومن هنا نرى وحدة الكتاب، ومن هنا أن وراء كاتب الكتاب الروح القدس الواحد، ومن وراء كل كاتب الكتاب رغم تنوعهم ورغم مسافتهم ورغم تاريخهم ورغم ثقافتهم هو واحد وهو الله. إذن هذا هو كتاب الله. تخيلوا معايا يا حبايبي برج شامخ ضخم جميل جدا. البرج ده اتبنى على مدى سنوات طويلة، شارك في بنائه عدد كبير من العاملين في مجال البناء. إنما وراء البرج الواحد مصمم ومشرف على التنفيذ. عشان كده طلع بهذه الوحدانية. مش هتلاقي ماسورة صرف كده ومش متوصلة بالدور اللي تحتها. ده هو حط دور على دور، ورقة على ورقة، سواء المبنى بتاع
على كمبيوتر ولا الاول كنتوا على ورق، هو المصمم لكل ده وهو اللي بعينه تابع التنفيذ عشان يبقى المرج لهذا الكيان. تخيلوا معايا سيمفونيه مقطوعه موسيقيه بيعزفها كم واحد؟ عدد كبير. إنما قدامهم صابع ايد واحد بيحركهم كلهم، قدامهم واحد كتب الكلام ده على النوتة وحط المقطوعة دي مكتوب واحد، المؤلف واحد والعازفين كثرة، الروح القدس وراء هذا الكتاب. نحن يا أحبائي أمام كتاب الله. إذن وبالعقل وبالمنطق نقول أننا أمام كتاب الله دون أدنى شك، ولم نجد كتابا يكتب على ماذا هذا الزمن، لم نجد كتاب واحد يتكتب على ماذا هذا الزمن غير الكتاب المقدس فقط، ولم نجد كتابا كتب بهذا الكم إلى الكتاب المقدس، ولم نجد كتابا كتب على في كل هذه الظروف وهذا التنوع من كتيب الكتاب إلا كتاب واحد هو الكتاب المقدس، ومع ذلك هو كتاب واحد لأنه كتاب. أدنى لنقطة تانية مش حتى بنقطة واحدة. إيه هي؟ أنا عايز أثبت لكم إن كتاب المقدس ده كتاب الله، ولكن من خلال نظرة علمية للكتاب. من خلال نظرة علمية، احتملوني في حصة علوم صغيرة أوي، هبسط جدا الموضوع. شوف حبايبي، الكتاب المقدس هو كتاب كل جيل رغم التوائد التفاوت في المعرفة والثقافة، جيلنا غير الجيل اللي بعدنا، فبقى على مدى 1600 سنة كل عمر كل مستوى علمي وثقافي هو كتاب للكل. عشان يبقى كتاب الكل بيستخدم لغة بسيطة تتناسب مع الكل، المتعلم والمثقف وغير المتعلم وغير المثقف، ولهم لغة بسيطة جدا. اسمحوا لي ان انا اقول انني اعتبره ادق مرجع علم في التاريخ البشري. نعم، ازاي؟ انا بقول لك ده ادق مرجع علم في التاريخ البشري رغم انه لا يوجد فيه اي مصطلحات علمية، وحتى الظاهرة العلمية اللي بيذكرها بيذكرها حسبما يراها الإنسان بلغة بسيطة يفهمها الإنسان. وتقول لي أدق مرجع علمي أقدم وأدق مرجع علمي؟ لا، واحد يقول لي يعني إيه أدق مرجع علمي؟ أقول له أدق مرجع علمي من زاوية أنه لا يوجد فيه خطأ علمي واحد رغم الزمن الطويل جدا اللي كتب فيه. طب ابسط لك العمليه ببساطه شديده، لما ينكتب كتاب على مدى 1600 سنه اكيد سيتاثر كاتب الكتاب بثقافه المجتمع اللي عايشين فيه، بمعرفه المجتمع المختلطين بيه، بعلم المجتمع اللي موجودين فيه. فإذا كتب وتعرض لأمور علمية أو ظواهر طبيعية هيكتبها وفقا لرؤية المجتمع اللي هو عايشه. فلما نلاقي إنه على مدى الزمن اللي انكتب فيه الكتاب بس في زاوية الكون وتكوين هذا الكون، مليار اساطير. يعني دانيال اللي كتب في بابل ده في اشهر اسطوره فيما تخص الكون هي الاسطوره البابليه اللي بتتكلم وتقول لك ايه الكون ده اتكون ازاي. قال لك كان في اتنين الهه، اله مذكر واله مؤنث. الاله المذكر اسمه مردوخ، والإله المؤنثة اسمها سيامات. اتعبتوا مع بعض
الآلهة. طبعاً تبع ذكوري الإله الذكر ما الإله يعني. فالإله الذكر مردوح هزم سيئاً، عمل فيها إيه؟ قال كده حسب نص الأسطورة، فشقها إلى نصفين كما تشق المحارة إلى نصفين. فمن نصفها الأعلى كون السماء وما فيها من محطات للنجوم اللي هي محطات للآلهة اللي هي النجوم يعني. ومن نصفها الأسفل كون الأرض، ومن عظامها كون الجبال، ومن دمائها كون البحار. ونفخ في نصفها الأسفل اللي هو الأرض فأخرج الإنسان، والإنسان نفخ في الأرض فأخرجت الحيوان، فكان هذا الكون وفقا للرؤية البابلية. فين الكلام ده؟ الكتاب المقدس لبسه حتى كده من عن بعد. كتاب ربنا ازاي؟ ازاي يتأثر بالشيء السلبي ده؟ ده الأسطورة الكلدانية يعني تقول شيء غريب. تقول لك الكون ده عبارة عن حيوان ضخم جدا لا متناهي. بس ده أي حيوان يا إما ليه شعر يا إما ليه حراشيف. حراشيف زي التمساح مثلا. شعر يبقى زي كل الحيوانات اللي لها فرع. قال لك الارض كده عباره عن حيوان ضخم، عوض الشعر كانت الاشجار وعوض الرشيف كانت الصخور. هو ضخم. وكما ينتفض الحيوان عندما تلعب حشره في فرائه، هكذا تنتفض الارض عندما يلعب الانسان في فراء هذا الحيوان الضخم اللي هي الارض. طب تحدث الزلزال يا سلام. وهكذا يا جماعه امثله كثيره جدا. الجماعه المؤمنون يقول لك لا الحكايه مش كده، لازم احط الفيل في جمله. الارض دي محموله على ظهر فيل، والفيل محمول على على ظهر سلحفاه ضخمه، والسلحفاه تعوم في بحر لا نهائي. اساطير، لخبطات فكريه علميه، علم الكتاب من هذا وذاك. كتاب الله لن يخطئ هذه الأخطاء، ولن يرصدها، ولن يتأثر بها. كتاب الله. شوف حبيبي، كتاب ربنا ما فيش شك لثبات العلم على مدى الدهور. يعني ايه الكلام ده؟ في كل زمان تطلع نظريات تتعارض مع الكتاب المقدس، نتخط ما تقلقش. هي مش اسمها نظرية ولا حقيقة. حقيقة يعني الأرض موجودة، إنما الأرض اتكونت إزاي دي نظرية بقى، كلها أفكار لم تتأكد بعد. فيا ما نظريات جت ويا ما نظريات هتيجي تتعارض مع الكتاب. النظريات تروح وتيجي تتغير وتتبدل، ويبقى الكتاب ثابت. أنتوا اسكندرانية وعارفين القصة. تروح على البحر تلاقي صخرة ضخمة كده في وسط البحر، جزيرة ضخمة. الموجة جاية بتاعتك، الموجة دي هتشيل الصخرة الضخمة دي. تيجي على من بعيد ترجع على ما فيش، وتبقى ايه؟ الصخرة كمان. هذا هو الكتاب. هو الصخرة العلمية التي تحطمت عليه جميع النظريات المتعارضة معاها. ده الكتاب المقدس. ده مش كده بس حبايبي. ده الكتاب المقدس تقدر في بساطة شديدة تقول بين الفم، يتفق الفهم السليم للكتاب مع كل الحقائق العلمية دون استثناء. أقول لك حاجة بقى يعني نفتش فيها سوا مع بعض النهاردة في جزء صغير كده. الكتاب المقدس يوجد فيه الكثير من الأمور العلمية والتي لم يكتشفها العلم إلا حديثا. أنا مش كنت بقول لك دلوقتي البحار إلى مكان واحد يعني متواصلة ببعض. لا. طب وموسى النبي اللي كتب سفر التكوين شاف البحار متصلة ببعض. ده شاف وقتها بحر أحمر وبحر أبيض، شاف غير كده. وكانوا منفصلين، ما كانش في قناة سويس. أمال قال إلى مكان واحد منين؟ ما أنا قلت لك ما كتبش حاجة من عنده. لحد بقى ما جه ماجلان وكريستوفر كولومبس، وبعد شوية جه
طيران وجيه المركبات الفضائيه تكتشف ان البحار كلها موصله لبعض. ده انت لما تيجي هنا كمان في الكتاب في سفر التكوين تسمع عن التنانين العظام قد ايه ماجستيرات. الكتاب يتكلم عن ديناصور قبل ما يكتشف العلم بزمن طويل جدا جدا جدا. معلش ده نتكلم فيه في تفصيل فيما بعد. اسمحوا لي في دقائق محدوده اركز معاكم في اليوم الاولاني بس. اسلط الضوء علميا عليه عشان تعرفوا انه كتاب الله من خلال الامور العلميه. تعالوا نشوف. يبدا الكتاب في اول كلامه خالص يقول ايه؟ في البدء خلق الله السماوات والارض، مظبوط؟ طب وقال السماوات بصفه الجماعه ليه؟ وقال السماوات قبل الارض ليه؟ خلي بالكم في الاصحاح الاول من سفر التكوين ده اي فصله اي نقطه الكلمه اللي جايه بعدها يعني بعدها بزمن طويل. ولا تاني؟ يعني ادي كلمه اتحطت وراها كلمه يعني الكلمه اللي جايه دي بتشير الى شيء جه بعد ده. يقول السماوات ربما لانه بيتكلم عن السماء الماديه والسماء الروحيه. بيتكلم عن طبقات السماوات سماء الطيور وسماء النجوم. فبيتكلم بصفه الجماعه. يتكلم عن السماوات لانها المصدر. بعد كده يتكلم على الارض. لان يعني الارض ماخوذه من جسم نجمي ايا كان بقى جت ازاي. يبقى السماوات قبل الارض. لان الارض اتكونت من اجرام سماويه من نجوم كانت موجوده قبل كده. في البدء خلق الله السماوات والارض ونشوف التوافق بقى بتاع الكتاب. يقول لي الكلام ده في سفر التكوين ويروح جاي في اشعياء النبي يقول تعبير عجيب قوي. تعال شوف نقرا مع بعض اشعياء 45 18 يقول ايه؟ لانه هكذا قال الرب خالق السماوات ربنا اللي خلقنا هو الله. وبعدين يجي على الارض يقول ايه؟ مصور الارض وصانعها. نعم مصور الارض وصانعها. انا لما بعمل سور السور دي عامله حاجه موجوده قبل كده. اما بقول بصنع الشيء غير اني بخلق الشيء. الترابيزه دي انا خلقتها ولا صنعتها؟ الشجره موجوده اتقطعت شكلت اتكونت يبقى صنعتها. يبقى هنا يا شاعر لما يقول عن الارض وصنعها اذا انها لم تخلق من العدم ولكنها شكلت من ماده اوليه هي النجوم اللي كانت موجوده قبل كده بغض النظر النظريات بتقول ايه؟ الثقه. يجيب الكلام ده منين اشعياء؟ لا ما بيتكلمش من عنده زي ما اتفقنا. ان ولا الكتاب ده ربنا بشكل او اخر. عشان كده حبايبي يتكلم الكتاب عن خلق السماوات والارض، الله خلق. نمشي بسرعه. يقول لك ايه؟ وكانت الارض خارجه وخاليه. اقفلوا احسن عشان تشوف بقى البعيد تبعد في قصه العلوم دي ولا لا. وكانت الارض خاربة وخاليه. واحد يقول لي هو ربنا بيخلق شيء خراب؟ يعني خارب؟ كلام مش معقول يعني. انا اقول طب ما نشوف لغه ثانيه بتقولها ازاي؟ لما نروح للانجليز نكتبها ايه بقى؟ انها كانت فورمليس ان امتي. يعني ايه؟ فورمليس يعني حاجه، فورم يعني شكل، فورم يعني ايه؟ لها شكل معين، فورمليس يعني لها شكل، امتي يعني فاضيه. فكلمه خاربه وخاليه بقت ايه؟ ما لهاش شكل وفاضيه. طب حد من اللي قاعدين يقدر يقول لي ايه اللي في الطبيعه ما لهوش شكل؟ في حاجه مالهاش شكل؟ حاجه مالهاش شكل؟ حاجه مالهاش شكل؟ لا حاجه مالهاش شكل؟ الهواء. اي شيء على هيئه بخار. الشيء اللي مالوش شكل البخار. حد فيكم ضمن كده طياره؟ عايزين تركبوا معايا طياره؟ نطلع بسرعه في الطياره؟ نطلع فوق السحاب؟ نحس عارفين لما زمان لما كانوا ينجدوا في البيوت ويجيبوا كده اكياس قطن يرطوها تطلع عامل كده ملوش شكل. السحاب لما نطلع فوق فيها تلاقيها عامله كده واللي عامله كده دلوقتي راحت بسرعه بقت عامله كده. الهواء يرفعها تسخن تعلى تبرد تنزل هواء يوديها لليمين
يوديها شمال تبقى ايه؟ فورمليس. لا هي الارض طب ما كانش لها شكل. ما كانش لها شكل في البدايه. ايش عملت موسى؟ ورا موسى كان ربنا، انت فاهم؟ واحدة الكتاب اكدت ان وراها ربنا. قال لها يعني تقول لي الارض ما لهاش شكل؟ يعني باختصار الارض كان عليها بخار، بخار ميه. يا راجل قلت ميه. قلت بخار. يعني ايه بخار؟ يعني بخار حديد يا اخي. بخار نحاس. الارض في الوقت ده كلها على هيئه عناصر، ما فيش مركبات. وكل العناصر على هيئه بخار. يعني ايه بخار؟ التلج كده مش كتله صفر؟ طب ولو سخنتها شويه؟ يبقى سائله؟ طب ولو سخنتها شويه؟ كل حاجه في الدنيا كده. بالحراره تتحول من الماده الصلبه الى السائله الى البخار، كل العناصر كده. هاخد جده وهاخد الاخ الشاب الصغير من البلد. وفي حد جده سيخ حديد دلوقتي حبيبي؟ ودي مارك سيخ حديد تاني؟ يعني حاجه كده بتاع 12 مللي ولا اكتر شويه، 16 مللي زي ما قلت. وقال له لو سمحت يا جده اتنين السيخ ده. ومارك اتنين السيخ ده. جده زي خرج بره الجنه. ومارك قاعد بيد السيخ. جده جه تانى السيخ ومارك ما تاناش السيخ. جده عمل ايه؟ سخن. عمل ايه؟ سخن السيخ. ولما سخنه عمل ايه؟ اتمدد. ولما اتمدد جزيئاته تبعدت بقى سهل انه يتنين. طب يا جده لو سمحت حديك ترس، اقول لك السيخ الحديد ده اعمله لي ترس. اسخن اكتر يتكب الحديد بقى ايه؟ زي السائل. وارميه في القالب يكون ترس. ولو حطينا بقى حراره اعلى اكتر بضعه الاف يبقى بخار. الشمس النهارده حرارتها على السطح 6000. جوه مركز السطح الشمس 2 مليون درجه. مش هقول لك بقى مطلقه ولا فهرنطيه ولا خلينا درجه وخلاص. عشان هي حرارتها عاليه ما فيهاش لا مركبات ولا فيهاش ماده صلبه ولا ماده سائله، كلها عناصر في الصوره البخاريه. الارض كانت حرارتها كانت عاليه جدا، فكل شيء عليه بخار لانها ماخوذه بالنجم وحراره النجم. ولانها حرارتها عاليه جدا الاف من الدرجات هيبقى فيها حياه. تبقى ايه بقى؟ خاليه. وكانت الارض خربة وخالية. طب احنا عرفنا ان النجم حرارته الاف الدرجات. موسى كان يعرف الكلام ده منين؟ ان الارض على هيئه بخار فكانت فورمليس وحرارتها عاليه وعشان كده كانت خاليه. يرجع تاني موسى النبي بالروح القدس كاتب الكتاب يقول وكانت الارض خربة وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمة. انا قلت لكم اي جمله تيجي يبقى في زمن كبير عدى. الارض من شويه كانت خاربه وخاليه. بعد شويه قالوا على وجه الغمر. يعني ايه الغمر؟ الارض المغموره. يعني ايه مغموره؟ مغموره بالميه. يعني ايه اللي حصل؟ يعني الحراره انفصلت عن الجسم النائي. بتبرد بتبرد بتبرد. وكل ما تبرد العناصر اللي تعرف تتحد مع بعض تمسك في بعض. فعند درجه 400 كل ذرتين هيدروجين يروحوا مقيدين واحده اكسجين ومتحدين بقى يعملوا ايه؟ ميه. H2O او يد 2 الف الميه. ده عند درجه كام؟ 400. كل الهيدروجين اللي موجود اتحد جزء من الهيدروجين كون الميه. بس انت بتقول يا ربنا الميه حرارتها 400 كونت. طبعا. وعلى وجه الغمر ظلم، في ضلمه وميه. تعال بقى شوف. دلوقتي عندكم بعض الاوادم الزجاجيه مش كده اللي بتتحط على الميه ما فيهاش مشكله مظبوط؟ البايركس مظبوط كده؟ طب من فضلك حطي لي تلت البايركس ده ميه وحطيها على النار. هتشوف ايه جوه الحله الازاز دي؟ هشوف ثلاث حاجات.
الحراره عاليه فبيتبخر يبقى فيه في النص بخار، عارف البخار بقى زي الشبوره الرفيعه كده، وهلاقي على الغطا عشان هو مبرد فالبخار بيطلع يتلبس بالجلاد من فوق يتكاثف على هيئه قطرات، قطرات نازله وبخار طالع وميه تحت. طب سؤال، لو حطيت لك حاجه ورا الحله الازاز كده اقول لك شايفاها من ورا الحله؟ مش شايفاها. مش شايفاها ليه؟ مش بسبب سمك الازاز، بسبب كميه البخار. إيه النهارده انا هطلع استاذنكم يعني هسيبكم على طول واركب العربيه عشان رايح القاهره، ومركب مش هيوصلنا، مركب هيوصلني بس على اسكندريه وارجع تاني. فبيخوفوني يقول لي بقول لك خلي بالك في شبوره. طب ايه مشكله الشبوره يعني؟ ايه اللي قلقته في الشبوره يا جماعه؟ مش هتشوفه قدامك وما تشوفش ليه قدامك. اصل شعاع الضوء لما بيمشي يقابل جزيئات الميه يخبط فيها وينحرف، فيبقى مستوى الرؤيه من 3 متر 5 متر 10 متر وفقا لكثافه البخار. طب لو البخار ده فوق الارض باميال بعده كيلو مترات ممكن اي ضوء بدل البخار يخش للضوء؟ مستحيل. طب الشمس بقوتها ما جاتش غير في اليوم الرابع، وفي اليوم الاول كان مصدر الضوء اللي هو السديم النجوم اللي احنا واحنا ماشيين بالنهار شايفين نور النجوم بالليل، حتى ده مش هيتشاف في الوقت ده بسبب ايه؟ الغبر اللي كانت تكون الميه اللي كانت عند درجه 400 اللي بقت السماء كلها بخار. عشان كده قالوا على وجه الغمر ايه؟ ايه؟ ظلمه. يا جماعه معقول موسى النبي يقول الكلام ده؟ يعرف الكلام ده منين؟ الكاتب واحد. كتاب ربنا. لا تعالى شوف الحته اللطيفه قوي دي. يقول لك على وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه. روح الله يلف على وجه المياه. ده قبل الجملة دي آخر كلمة كانت إيه؟ غمر. وقبلها كانت أرض. خلق السماوات وإيه؟ والأرض. وبعد شوية سمينا الأرض إيه؟ الغمر لأنها اتغمرت بالمية. وفجأة الكتاب ينسى الأرض والأرض المغمورة ويقول روح الله يلف على وجه المياه. طب ليه ما قالش روح الله يلف على وجه القمر؟ وليه ما قالش وروح الله يلف على وجه الارض؟ يبقى لازم يقصد المية. روح ربنا يلف على وش المية. من فضلك يا موسى النبي قول لي يعني انت ليه قصدت، انت قصدت بصراحة يا موسى النبي؟ يعني من فضلك يا موسى النبي العظيم في الانبياء انت قاصد تقول روح ربنا يلف على وش المية بالذات؟ طب انت عارف ان المره دي حاجه معينه يعني؟ ربنا بيقود قلم ويكتب كده. الميه. ده ربنا يشبه نفسه بينبوع الماء. ربنا يشبه الروح القدس بالميه. والايات كتير عشان ما اخدش وقت. ليه؟ ما اهميه الميه. الميه تغطي 75% تقريبا من مساحه الارض، مظبوط؟ المية تقريبا 70% من جسمنا، 70% من جسمنا مية، 80% من مخنا مية، 90% 95% من دمنا مية. أقول لكم أكتر من كده عشان أثبتلكم أهمية المية يعني. دون المياه لا حياة. كل زي ما أنت عايز. من غير ميه ولا تستفيد بحاجه. لازم الهضم بيحول الماده اللي انت اكلتها دي لعناصر اوليه قابله للذوبان في الماء، والميه تشيلها وتخش في الامعاء وتوزعها على الجسم. يبقى من غير ميه ولا حاجه. من غير الميه الغذاء اللي في التربه ده مش هيطلع لقمه النخله دي عشان يبقى بحر. الميه من غيرها مفيش حياه. هقول لك اكتر من كده. ايه مصدر الاكسجين؟ الشجر، المادة الخضراء، الكلوروفيل، والتمثيل الكلوروفيلي، قول بقى زي ما أنت عايز. يعني عشان كده إحنا بنحزن
لما بيقطعوا الشجر ولما الغابات بتتحول مش عارف لمباني. بقول لك اطمن، ربنا عامل حساب، ربنا عامل حساب، عارف ان الانسان ايده هتتمد على الغابات. طب انا عامل حسابه في ايه؟ الميه بتديني 70% من الاكسجين اللي بتنفسه. نعم، الميه بتديني 70% من الاكسجين اللي بتنفسه. ازاي؟ اصل البحار والمحيطات دي مليانه طحالب تحلب البلانكتون ده، بيديني الاكسجين اللي بتنفسه. الطحلب اللي عايش في الميه بيدي الاكسجين، بيبعته على الهواء، عشان كده السمك قادر يعيش لان الميه فيها اكسجين دايم. معقول؟ يبقى فهمنا بقى ان الميه مهمه بالنسبه لنا جدا. يبقى ربنا اكيد لما يقول روح الله يرف على وجه المياه، اصل الميه نفسها هيعمل فيها حاجه، وهيعمل فيها حاجه مش موجوده في اي حاجه ثانيه. حاجه تفهمها ابن الجد كان بتاع الكل، رجلي جت على الفريزة النهاردة وكان مستعجل عشان يشربها ساعة، فمش هيسيبها ساعتين في التلاجة، حطها في الفريزة، بس هو نسيها في الفريزة ونسي. هيحصل إيه؟ ولو اتجمدت هيحصل إيه؟ طب لو كان إزاز إزاز هيحصل إيه؟ ليه؟ اتمددت؟ ليه اتمددت؟ النوايا اللي فيها جميلة. العلم علمنا كل النوايا، كل الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. هلا؟ والمية بما في ذلك المية، كل المواد بما في ذلك المية تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. بس يا عم ربنا كلامك مش دقيق. أنا النهاردة لو حطيت حتة تلجة في المية، لو هي بتنكمش بالبرودة يبقى وزنها أتقل، كثافتها زادت يعني، تسقط تحت، التلج بيقوم على المية. وأنت قلت إن الإزازة هتتكسر المية تمددت دول الإزازة كسرتها، ولو كانت بلاستيك وحطيتها في الفريزر ممكن تتشقق. هي المية بتتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة ولا لأ؟ بتتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، ولكن ايه لكن دي بقى ان شاء الله؟ روح الله يلف على وجه المياه هيعمل ايه؟ الميه بعد ما كانت بتتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده عند درجه 4.5 ل 5 تقل، تتمدد بالبروده وتنكمش بالحراره. معقول؟ يعني كانت ماشيه زي باقي المواد، وعند دار قبل درجة التجمد بأربع درجات والنص، بدل ما تنكمش تتمدد. نعم، هو إيه الحكاية؟ وأنت فاكرين ربنا يعمل أي حاجة يعني؟ روح الله يلف على وجه المياه. طب يا رب قول لي الحكمة، أنت عملت كده ليه؟ بسيطة، هاخدكم دلوقتي شمال أوروبا أو كندا على الخريطة، وانتوا باصين على الخريطة على في كتب الجغرافيا هتلاقوا كده حتة متلونة أزرق، دي بحيرات. فاهمين؟ هاخدكم وأفاجئكم إن أنا هعيش بحيرات مية كلها تلج. وتلاقي الناس يخشوا بعربياتهم عند الليك دي أو البحيرة ويقعدوا تحتها ويعملوا خيمة ويخرموا في التلج وبالكشاف كده ويصطادوا سمك طول الليل كميات مالها حصر على شعاع الضوء ده السمك كله يجي. سيبك من السمك. طب قول لي يعني عايز تقول ايه؟ اقول لك البحيره لما الحراره بقت اقل من الصفر، سطح الميه زي اي ميه عمل عكس كل المواد، اتمدد بالبروده. فالثلج اللي بيتكون حصل له ايه؟ طعام على الوش. طب يا رب انت عملت ده عشان ايه؟ هقول لك عشان ايه بقى؟ التلج ده حرارته كام؟ عند الصفر بيتجمد. طب والهواء اللي بره ده حرارته كام؟ ناقص 30 ناقص 20.
يبقى التلج اللي حرقته صفر عمل عزل حراري رغم انه صفر منع ناقص 30 دي توصل للميه تحت. يبقى التلج اللي اتجمد على الوش منع الميه اللي تحت ايه؟ ده مش كده بس، ده اكتر من كده. حضرتك لو حطيتي ازازه ميه، اي ازازه في الفريزر نسيتيها وكملت حطيتيها على الحوض تفك لحد ما فكت، شركه الميه دي نسيت الشاشه. ليه؟ اكتشفت ان الميه مش نظيفه، معكره، في عقاره، في كاء، في قاع الازازه. انا هشتكي بتوع الميه دول. لا لا لا، طولي بالك، الميه قبل ما تتجمد كانت معكره. لا، امال ليه بعد ما اتجمدت وحلت عكرت؟ هقول لك الحكايه ايه. الميه عند درجه التجمد تطرد الملح اللي فيه، فالميه اللي على سطح البحار لما بتتجمد قبل ما تتجمد على طول بتطرد الملح اللي فيه، فالملح يختلط بالميه اللي تحتيه، وكلما ازدادت ملوحه الميه كلما قلت فرصه تجمدها. يبقى برضه على ربنا عشان ما يجمدش اللي تحت خلى الخاصيه دي في الميه لما تتجمد تطرد الملح فالميه. تعالوا يا حبايبي بقى نتخيل عكس ذلك، ان الميه بقت زيها زي اي مكونات تتمدد بالحراره تتجمد مش موجود. كل سنه بتتكون كميه تلج هيحصل لها ايه؟ تنزل تحت. ولا تقلق يا رب، لما الشمس هتيجي في الصيف ان شاء الله تدوب التلج اللي تحت، مستحيل. الضوء اذا دخل كضوء مش هيدخل كحراره يدوب التلج اللي تحت. معناه ايه؟ ان كل سنه سك التلج اللي في قاع البحار هيزيد لحد ما نيجي في الصيف يا دوب الشويه اللي فوق اللي داب هو ده اللي ميه، وكل البحار المحيطات ايه؟ تلج. لا تقول لي بقى لا في سمك، ولا تقول لي في طحالب هتنتج اكسجين، ولا تقول لي بالمره في حياه. يبقى من اجل حياه الانسان كانت هذه العباره، وروح الله يرف على وجه المياه، عشان ربنا يدي هذه الميزه في الميه اللي مش موجوده في غيرها، عشان يحافظ على الميه في المحيطات كما هي، في البحار كما هي، والطحالب فيها كما هي، والسمك فيها كما هي، ولا يسمح بالتجمد بتاع البحار والمحيطات. موسى النبي قال التعبير ده، روح الله يرف على وجه المياه، والروح القدس كتب ده واتثبت في الكتاب لحد ما العلم اتطور ورأينا العمق العلمي اللي ورا العباره دي اللي موجوده في الكتاب. فلسطوب يعني في زمن، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. ايه اللي حصل هنا بقى؟ استنتج انت ايه اللي حصل؟ حد يستنتج؟ النور ده ولا مش نور الشمس ولا القمر، لان الكلام عن نور الشمس والقمر في اليوم الرابع. يبقى كان نور، يبقى النور مقصود بايه؟ النور بتاع النجوم بتاع السديم اللي فوق ده. وقال الله ليكن نور، ما قالش وعمل الله النور. يبقى ايه اللي حصل؟ تستنتج ايه اللي حصل؟ الحراره نزلت 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 لحد ما سمك البخار قليل قوي 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 يسمح بالضوء الخافت اللي بره انه يخش، فكان نور وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم في مره ثانيه اذا سمحت ان انا اجي ربنا.